كيمشي فيه المبدا. اولا ضمان للحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه، اليوم كتعطيكم الاختيار تمشيو فيه ما بغيتو وبالحمايه ديال الدوله، انكم سواء لقيتو الطريق خدام في المصحه العموميه ولا في السبيطار العمومي، ما لقيتوهاش ولا كان عليها اقتراض كبير، كتمشيو للخاص باختياركم والدوله كتوفر عليكم التغطيه الاجتماعيه. هذا هو الاول. الشيء الثاني، ماشي 11 مليون اليوم اللي كنتكلم عليه، اليوم كنهضروا على 22 مليون مغربي غتكون عنده التغطيه الصحيه وكتدعم الدوله في التغطيه الصحيه. إيمات الزاهدي الكاتبة ديال الاتحادية ديال التجمع الوطني الأحرار بعمالة الصخيرات تمارة وكذلك رئيسة مجلس العملاء. اليوم كان تواصل ديال الفاعلين السياسيين، يعني بحكم أن الشبيبة التجمعية دارت هذا المنتدى الوطني المنتدى الإقليمي في سلسلة ديال المنتديات اللي مبرمجة على المستوى الوطني، واللي حنايا اليوم اختارينا له الموضوع ديال الدعم الاجتماعي لأنه ورش كبير جاية به الحكومة يعني تحت القيادة الرشيدية ديال جلالة الملك نصره الله، باش أن هذا الورش يعني البدايه ديالو هذا الشهر هذا بناء على القوانين والمراسيم اللي هي غادي تتم التنزيل ديالو فيها، فكان ضروري اننا نتواصلوا مع واحد الفئه واحد الشريحه ديال المجتمع اللي ضروري التواصل المباشر ديالنا معاها، باش اننا نعرفوا الاشكالات في التنزيل، نعرفوا الاشكالات اللي كتخبط فيها باش انها تسجل في هذه السجلات اللي باقي عندنا واحد الطريقه، يعني ان كاين غدا بواحد الطريقه متوسطه وكاينين يعني اخطاء في الطريقه ديال التسجيل، فكان ضروري اننا نتواصلوا ونشرحوا هذا البرنامج باش يفهموا ما لهم وما عليهم، يعني يعرفوا كيفاش غادي يتسجلوا، يعرفوا الاسر اللي هي فعلا غتستفد في النسخه الاولى ديال الحمايه الاجتماعيه وكذلك الدعم المباشر للاسر المعوزه اللي اليوم وصلت ل 4 مليون يعني اسره في البرنامج الحكومي، وهذه العمليه هذه الا ما كانش التواصل المباشر فيعني الاجراء ديالها غادي تعرف مشاكل، وحنا يعني فضلنا بانه يكون تواصل مباشر اللي غادي تجي من بعد منه كما يعني سبقوا علينا دابا في هذه الندوه هذه، على ان غادي يكون نحاولوا ما امكن نقربوا العمليه للتسجيل لهاد الاسر ونوصلوا عندهم، ونحاولوا حنا كفاعلين سياسيين كاملين على مستوى الاقليم اننا نتجندوا باش اننا نوصلوا لهم المعلومه ونوصلوا لهم الطريقه ديال التسجيل الصحيحه باش يمكن لهم يستفدوا من هذا البرنامج اللي هو يعني ورش كبير واللي غادي يكون عنده اثر اجتماعي واقتصادي على البلاد في السنوات القادمه، وان شاء الله غادي يكون يعني بشكل اللي حنا باغيينه واللي باغيه جلاله الملك للبلاد والعباد ان شاء الله. هذه واحد العشرات الالتزامات اللي قدمها التجمع الوطني الاحرار والخلفاء ديالو في البرنامج الحكومي، عشرات الحوايج تعاملوا بها. وبدا ملي بدات الولايه تيبتدعوا اش قال؟ قال حنا لان خرج عند الناس قبل الحمله الانتخابيه وقالوا ليه شنو قلتوا ليه؟ قلت ليه بغينا ثلاث حوايج، بغينا تكون عندنا الصحه مزيانه، بغينا يكون عندنا التعليم مزيانه، وبغينا نخدم للشباب ديالنا، هادشي اللي طلبوا الناس. فين وصلنا في هادشي؟ قال هادشي اللي بغينا نعرفوا، واش درنا شي حاجه ولا ما درنا حتى حاجه؟ والو؟ واه خلينا هادشي وانا اللي متخيلين بزاف اللي غادخلوا معايا مزيان، هي سمحتوا بيا. اطار الانشطه اللي تتقوم بهم الفيدراليه الوطنيه للشبيبه التجمعيه، هذا اللقاء جاء في اطار سلسله اللقاءات اللي تديرهم جهويا من اجل تعريف مسار التنميه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار. كانت فرصه للشباب والمشاركين جميعا يتعرفوا على الجديد فيما يخص ترسيخ اسس الدول الاجتماعيه اللي تتقوم بها الحكومه، وخاصه فيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، وكانت فرصه اننا نشرحوا عمليه التسجيل في السجلات الوطنيه وكذلك في منصه الدعم المباشر، وكان تفاعل ما لقاها في الحقيقه شيق، وحنا ايضا استفدنا من الاكراهات اللي عند المواطنين باش انهم يوصلوا بصفه سليمه للدعم الاجتماعي المباشر. ياسمين المغور رئيس منظمه الشبيبه التجمعيه لجهه رباط القنيطره. اليوم حنا كنضموا هذه المنتديات الاقليميه لمسار التنميه في اطار واحد البرنامج وطني ديال الفيدراليه الوطنيه للشبيبه التجمعيه اللي كتنظموا في جميع الجهات والاقاليم ديال المملكه. علاش؟ من اجل التواصل مع الناس والتاطير ديالهم في مختلف المجالات اللي اليوم كتشتغل عليها الحكومه، لانه من واحد الزاويه حنا درنا هذه اللقاءات باش نعرفوا بالمنجز الحكومي، لانه اليوم
ما كاينش ما كنسوقوش بالطريقه الصحيحه، لانه هذه حكومه تشتغل اكثر مما تتكلم. وبالتالي حنا قلنا اليوم لابد انه المواطنين يعرفوا شنو كدير الحكومه وشنو هي الاوراش المستقبليه. لقاء اليوم كان الموضوع ديالو هو الدعم الاجتماعي المباشر. هذا البرنامج الوطني الكبير وهذا المشروع الملكي الكبير اللي اليوم جات الحكومه ونزلاته بالحذافير ديالو تبقى التوجيهات الملكيه الساميه. حنا كنعرفوا بانه هذا البرنامج الدعم المباشر كان سابقا، ولكن مع الاسف كان التنزيل ديالو تنزيل عشوائي، كان التنزيل ديالو تنزيل يخدم فقط الارصده الانتخابيه لبعض الاطراف السياسيه، وبالتالي هذاك الشيء العشوائي ما بغيناش. حنا اليوم الحكومه جات من اجل ما اسست الدعم المباشر وباش يمشي للمستحقين ديالو، ماشي يمشي مع هذا حيتاش معايا في الاحرار ولا يمشي لهذا حيتاش في البامنا الاستقلال. اليوم حنا كنأسسوا لهذا الدعم المباشر يكون مؤسسي ويستفد منه اللي كيستحق ليه بدون شروط الفئه او السن. اليوم الا كنا رصدنا ليه سنويا 25 مليار درهم، ففي السابق كان مثلا كيترصد الارامل ولا المطلقات في حدود 120 مليون درهم في العام. واش كتقارن ليا 120 مليون درهم في العام ب 25 مليار درهم؟ هادشي ما كيتقارنش، ولكن كميه التواصل اللي كان على هذيك الجدريه اللي كانت كتفرغ كان كبير. اليوم عندنا ورش كبير، وبالتالي حنايا ما بغيناش نديروا هذيك السياسه الخاويه اللي كانوا كيديروها حتى هما، لانه هذا مشروع ديال البلاد ماشي ديال حتى شي طرف سياسي، هذا مشروع ديال البلاد بالتوجيهات الملكيه الساميه. حنا اليوم في اطار التوعيه والتاطير ديال المواطنين جينا باش كنديروا هاد اللقاءات على الدعم الاجتماعي المباشر. كنحثوا الناس يمشيو يتسجلوا في السجل الوطني للسكان، في السجل الاجتماعي الموحد، في المنصه المخصصه للدعم الاجتماعي المباشر، لانه هذه هي الوسيله الوحيده والطريقه الوحيده اللي غادي يمكن هذاك المواطن من انه يستافد من هاد برامج الدعم الاجتماعي. وهاد برامج الدعم الاجتماعي فيه الكلام كثير، واخا نديروا منتدى جوج ثلاثه اربعه ما غاديش يكفي باش نذكروا شنو غادي يجيب. مثلا اليتامى كما قلت في الكلمه ديالي، اليوم الحكومه فكرت حتى في هذوك اليتامى اللي في الخيريات، حتى هما غادي يستافدوا من هذا الدعم المباشر، وهذيك البركه اللي غادي تجيهم كل شهر تكون في واحد الكونت بونكير ديالهم، وما يقدر حتى شي واحد يتصرف فيهم حتى يديروا 18 عام، عاد يقدروا يتصرفوا في هذيك البركه اللي كانت الدوله مخبيها لهم طول الطفوله ديالهم. وبالتالي هذا واحد الورش مهم لازم اننا ندافعوا عليه ونروجوه للناس، لانه خاصنا نوصلوه للناس. راه واخا بعض الاطراف في المعارضه تقدر ما تبغيش تروج هذا الشيء، اتونسيون تقدر ما تبغيش تروج هذا الشيء، ولكن كنطلبوا انه تحلى بالوطنيه وتروج لهذا المشروع هذا، لانه مشروع ديال البلاد، ما ديال الاغلبيه ما ديال المعارضه، وتدعو الناس انهم يتسجلوا وينخرطوا باش يقدروا يستافدوا من هذاك الدعم، لانه الدوله والحكومه خصت ليه واحد الميزانيه كبيره جدا واللي كان من الصعب تخصيصها، ولكن كما كنقول ديما بالكباري اللي عند هذه الحكومه قدرات انه تجيب التمويلات اللازمه لتنزيل هذا المشروع اللي كان مبرمج في 2025. ما كانش مبرمج دابا، ولكن دائما في اطار الالتزام بالتوجيهات الملكيه الساميه كتنزلوا الحكومه في 2023، والحمد لله احنا ما عندنا شك انه هذا البرنامج غادي ينجح ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.